حياكم الله متابعينا مشاهدي الإخبارية السورية أينما كنتم، مستمرون معكم بهذه التغطية المباشرة منذ ساعات الصباح الأولى. نتحدث عن العمليات العسكرية التي تجري شمال جوبر وفي منطقة المغازل بالتوازي مع عمليات الجيش العربي السوري في بساتين القابون. المصدر العسكري عند ساعات الصباح الأولى أفاد بأن وحداتنا المقاتلة تصدت لمحاولات تسلل لتنظيم جبهة النصرة والفصائل المسلحة المنضوية تحت هذا المسمى باتجاه منطقة المغازل شمال جوبر، وتمكنت من تطويق هذه المجموعات الإرهابية المسلحة وتعمل على تطهير هذه المنطقة، منطقة الخرق. طبعا عند ساعات الصباح الأولى كان هناك دخول بعربتين مفخختين عبر أنفاق باتجاه أول نقاط للجيش العربي السوري. هذه العربات كانت مفخخة من قبل تنظيم جبهة النصرة. هنا نتساءل الهدف من هذه العمليات التي تقوم بها هذه التنظيمات بهذا التوقيت بالذات ونحن على أبواب جنيف، ويرد عليه صمود الشعب العربي السوري على مساحة هذه الجغرافيا الكبيرة بصمود أهالينا وإصرارهم بالوقوف خلف هذه المؤسسة العسكرية وإيمانهم الوثيق والحتمي بحتمية الانتصار الكبير إن شاء الله الذي أصبح قاب قوسين أو أدنى. متابعينا الأكارم، اسمحوا لي أن أرحب بضيفي الكريم في استديوهات الإخبارية الدكتور وائل الإمام، الأستاذ في جامعة دمشق. أسعد الله أوقاتك. أهلا وسهلا بك وبسادة المشاهدين. أبدأ من ما جرى منذ يومين، كان هناك محاولات لخروقات من تنظيم جبهة النصرة باتجاه منطقة المغازل مع ملك راش ومؤسسة الكهرباء. الجيش العربي السوري تصدى لهذه الهجمة الشرسة وأعاد النقاط التي تم وصول هذه التنظيمات إليها. اليوم تعيد الكرة مرة أخرى بنفس الأسلوب وبنفس التكتيك المتبع من قبلها. برأيك ما هي الأهداف، وكما كنا نتحدث قبل قليل وأننا على أبواب جنيف؟ في الواقع جغرافية المنطقة هي التي تحدد الهدف. لم يعد يخفى على أحد بأن هذه المنطقة أصبحت خطرة، بمفهوم أن بقاء التنظيمات الإرهابية في تلك المنطقة إلى فترة طويلة أصبح يشكل عبئا بشكل أو بآخر. نعم. فلذلك يحاول من خلال هذه المنطقة التي هي قريبة من محيط العاصمة في شمال شرق العاصمة، يحاول الدخول لممارسة أعمالهم الإجرامية والإرهابية تجاه المواطن العربي السوري. هذه النقطة الأولى التي يجب أن نوضحها للجميع، بمعنى أن الهجوم على شارع فارس الخوري الذي يوصل بشكل أو بآخر إلى برز البلد وإلى مدرسة الشرطة وإلى مساكن برزة، ومن الاتجاه الآخر يوصل إلى حي باب توما وإلى باب مصلى، وعلى جنبي هذا الشارع يوجد حي التجارة المعروف المأهول بالسكان، وفيه أيضا مجموعة من المدارس، وهو حي يعتبر من الأحياء القديمة في مدينة دمشق تعود تاريخها إلى الستينيات. منطقة القصور ومنطقة التجارة وشارع فارس الخوري وهذه الأبنية تعتبر تم بناءها بالستينيات، وهي منطقة مأهولة بالسكان، ومعروفة أن هذه المنطقة تضم كامل نسيج المجتمع الدمشقي الذي يقطن في هذه المنطقة. نعم. وبالتالي كأهداف عسكرية واضحة المعالي لا يوجد. أنه تقول أنه في هدف عسكري تريد الوصول إليه لا يوجد، لأنه مدرسة الشرطة هي بعيدة عن تلك المنطقة، وبالتالي الهدف منه هو في الواقع ماذا يريدون هؤلاء؟ يريدون زرع بلبلة وأننا موجودين على أرض الواقع، وقادرين أن يكون لدينا تأثير عسكري على العاصمة، على محافظة دمشق اللي هي عاصمة الجمهورية العربية السورية. وبالتالي أنا برأيي الأهداف الواضحة المعالم ذات الطابع العسكري غير موجودة من فيه. ليش؟ لأنه في ظروف كانت أكثر صعوبة من الظروف التي يمر فيها الشعب السوري كان من المستحيل عليهم القيام بهذا العمل. اليوم المشغلين الذين يدعمون تلك التنظيمات الإرهابية اللي هو فيلق الرحمن بالتعاون مع تنظيمات أخرى
أحرار الشام. أنا برأيي هذه هي ورقة قطرية بالدرجة الأولى. يجب علينا أن لا ننسى القتال الذي جرى بين فيلق الرحمن وجماعة علوش، والتي استمرت وتم القضاء قتل فيما بينهم، قتلوا بعضهم بالعديد من القتال مرير يعني، استمر عدة أسابيع. القتال فيما بينهم كان حول ماذا؟ لاحظ علوش هو يتبع للنظام السعودي، وفيلق الرحمن يتبع القطري، الداعم له هو القطري. وكأنه أنا أشعر بالبعد أنها إشارة من قطر أنها تريد أن تلعب دورا في المفاوضات القادمة، وهي تريد أن تقول أنني ما زلت في الساحة السورية من خلال هذه التنظيمات الإرهابية التي قد تستطيع أن تصبح ضاغطة على الدولة السورية. هذا التصور الذي يتصورونه، هي النقطة الأولى. هذا التصور صعب جدا. ليش؟ لأنه في له عدة أبعاد. البعد الأول المجتمع الدمشقي الذي اليوم تم الهجوم عليه بالقذائف الهاوين، وتم استهدافه بالرصاص المتفجر من واليوم كان هناك رشاشات 23 مليمتر، وهي قذيفة متفجرة ذات شظايا تقوم ب يعني تؤذي المواطن العربي السوري، وقد تؤدي، الله يحمي كل مواطن عربي سوري، قد تؤدي إلى الوفاة أو إلى الاستشهاد. لكن في الواقع، على أرض الواقع، أنت اليوم تستهدف المواطن العربي السوري، أنت تستهدف منطقة مأهولة بالسكان. هذا التوصيف هو الإرهاب بعينه، هو ما يسمى إرهابا حقيقيا على أرض الواقع. هلا بالنسبة للإرهابيين، ما أنا ما عم بحكي عن مواطن عربي سوري، لأن المواطن العربي السوري في مدينة دمشق وأظهرت كل المحطات الفضائية اليوم مقابلات مباشرة مع مواطنين، حتى يعني حتى مع شابة سورية كانت تريد العودة إلى منزلها في شارع فارس الخوري، وكانت أمام الجيش العربي السوري وهي مؤمنة بأن هذا الجيش هو الذي يحميها وهو الذي يؤمن لها الحماية حتى تصل إلى منزلها، هذه المواطنة، هذه الشابة. فأنا ما كثير حأحكي على الشارع الدمشقي المؤمن بمؤسسات الدولة وعلى رأسها مؤسسة الجيش العربي السوري لحمايته. أنا أريد أن أتكلم عن سلوك تلك التنظيمات الإرهابية، ولماذا الآن، ولماذا هذا التوقيت، وهل هؤلاء الإرهابيون الذين يقحمون أنفسهم في هذه الأعمال الإرهابية والإجرامية ضد الشعب السوري، هل هم مقتنعين؟ هل هم بالصورة الكاملة الكلية لما يجري؟ أنا هون بدي أحكي اليوم. سأعود إلى هذه النقطة لمناقشتها مع حضرتك. وكما يتابع مشاهدي الإخبارية السورية الخبر العاجل على هوا الإخبارية، التنظيمات الإرهابية المسلحة تستهدف بعدة قذائف صاروخية عدة مناطق في ريف اللاذقية دون وقوع إصابات. إذن التنظيمات الإرهابية المسلحة تستهدف عدة مناطق في ريف اللاذقية بقذائف صاروخية، والحمد لله دون وقوع إصابات. سأعود إلى هذا الفكر الذي تتبنى هذه التنظيمات الإرهابية وأهمية محاربة هذا الفكر قبل أن نحارب هؤلاء الإرهابيين. هذا ما تحدث عنه السيد الرئيس بشار الأسد. سنذهب إلى مراسل الإخبارية السورية زميلنا في مدينة حلب، وهو على طريق حلب وبالتحديد منطقة إثريا خناصر، زميلي وليد هناي. وليد، حياك الله، ما هي التطورات لديك؟ تفضل. وليد، عم تسمعنا؟ تفضل. نعم، من جديد تحية لكم متابعي الإخبارية السورية من هذا الطريق الذي يعد شريان مدينة حلب، هذا الطريق الذي لطالما يستهدف بشكل مباشر من قبل المجموعات الإرهابية المسلحة. اليوم من جديد نتحدث عبر شاشة الإخبارية السورية ونطمئن أهالي مدينة حلب بأن طريق إثريا السلامية، هذا الطريق باتجاه خناصر مدينة حلب، هو آمن بفضل قوات الجيش العربي السوري، وهو لم يشهد أي وصول لعناصر تنظيم
تنظيم داعش الإرهابي سوف ينتقل مباشرة إلى بعض المدنيين المتواجدين معنا على هذا الطريق. يعطيك العافية. منين جاي حضرتك؟ والله من طرطوس. الحمد لله على سلامتك. كيف كان الطريق؟ والله آمن والحمد لله بقوات الجيش العربي السوري والله يديم الأمن والأمان. صار في شيء وصول لعناصر التنظيم للطريق؟ لا 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 يا خيي كله امن والجيش العربي السوري منتشر والطريق والقافلات والبنزين والمازوت جاي على الطريق شفناه. الحمد لله على سلامتكم. نتمنى لكم السلامه دائما وين ما بتكونوا. اكيد متابع الاخباريه السورية رح ننتقل لعده قوافل هي وصلت الى مدينه حلب. هذه المدينه مدينه الانتصارات. اليوم نتحدث بان هذا لطالما يستهدف بشكل مباشر من قبل الفصائل الارهابيه المسلحه. يعطيك العافيه. منين جاي حضرتك؟ من جبرين. من جبرين. الحمد لله على سلامتك. كيف شايف الطريق اليوم؟ الطريق تمام الحمد لله. تمام. كيف الامور؟ كيف شو بتقول للجيش حامي الطريق؟ الله يحمي الجيش. الله يسلمكم. الحمد لله على سلامتكم. يعني بكل تأكيد متابعي الإخبارية السورية نتحدث لكم بأن هذا الطريق شريان مدينة حلب يشهد عمليات بشكل متكرر من قبل عناصر تنظيم داعش الإرهابي ورصد لواقع هذا الطريق الذي يتم من خلاله دخول كافة القوافل والعربات وأيضا الخروج من هذه المدينة باتجاه باقي المناطق الأخرى. وأنتقل مباشرة إلى أحد المارين. يعطيك العافية. أهلا وسهلا. كيف شايف الطريق عناصر السريع؟ ممتاز جدا جدا والأمور كتير ممتازة الحمد لله على سلامتكم. منين جاي؟ والله جاي من السفيرة. الحمد لله على سلامتكم. رح نشتغل في مواد عم تدخل؟ إن شاء الله كتير كتير والسيارات كلها وراي هلا بتشوفوها بعينكم. يعني الأمور كتير جيدة. يلا الحمد لله على سلامتكم. أيضا يعني فور سماع تم تأمين الطريق. هنالك أيضا مسافرين هم يخرجون من مدينة حلب. لوين طالع؟ على الشام إن شاء الله وتعالى. يا رب السلامة. كيف الطريق على أساس مقطوع وعم يحكوا؟ الطريق تمام الحمد لله. الوضع كويس. الطريق تمام. إن شاء الله وتعالى والله متوكلين الله على الشام. ان شاء الله تعالى والامور كويسه ما في شيء. الله يحمين. الله يحمي الجميع. الله يسلمك بالسلامة إن شاء الله. بكل تأكيد متابعي الإخبارية السورية نلاحظ حركة العبور من وإلى مدينة حلب هي مستمرة ومتواجدة. يعطيك العافية. وين متيسرين؟ الله يعافيك عشان يا رب السلامة إن شاء الله. حكونا على أساس الطريق مقطوع ووصل التنظيم عليه شو؟ لا الحمد لله الطريق كويس. طريق كويس طبعا وما في أي مشكلة. نحن سألنا كمان قبل ما نطلع والحمد لله الطريق يا رب. شو بتقولي للجيش السوري؟ الله يحمي الجيش ويقوي الجيش يا رب. متيسرين إن شاء الله. إن شاء الله هيك وإن شاء الله النصر الكبير إن شاء الله يا رب. هيك كل عام وأنتم بخير إن شاء الله. عيد الأم والأم وإن شاء الله العرب كلها هيك بأمة واحدة إن شاء الله. والله نصر الجيش العربي السوري يا رب. نصر الجيش السوري إن شاء الله. يا رب السلام ان شاء الله. كل عام وانتم بألف خير وان شاء الله بالسلامة. بندعي لكم. اذا متابعي الاخبارية السورية لابد ايضا بان نلتقي مع عناصر الجيش العربي السوري. هؤلاء حماة الارض. اليوم تم تأمين الطريق بفضل جهود الجيش العربي السوري. احكي لنا عن الطريق مأمن. كيف حركة الحمد لله وليك السير كله جاي من طرطوس ومن يعني من كافة المحافظات. الحمد لله كلها اشاعات كاذبة. يعني الحمد لله فضول الجيش العربي السوري الحمد لله ما في شيء ان شاء الله. الحمد لله يا رب. شو بنطمن الجيش السوري؟ شو مطمن الاهالي من قبل الطريق؟ الطريق امن بهمه رجال الجيش العربي السوري الحمد لله. وهن ما وصلوا على الطريق بالاساس لين قطع الطريق. نحن قطعنا الطريق فتره ساعات بس عشان امان المواطنين والحمد لله امور كلها كويسه ممتازه. فتحنا الطريق الحمد لله رب العالمين. الحمد لله بقوه الجيش العربي السوري الطريق امن والحمد لله ان شاء الله كلنا امن. وان شاء الله نحن لقاء ان شاء الله ما فصل لا مسلحين وجه على الطريق كله بزف بزف. بالسلامه بالسلامه. بندعي بكل تاكيد بالسلامه لكل المسافرين من والى مدينه حلب. اتحدث لكم متابعي الاخباريه السوريه بان الطريق هو قطع لعده ساعات يوم امس من قبل ابطال الجيش العربي السوري وذلك حرصا على سلامه المسافرين وعلى سلامه المارين على شريان مدينه حلب الوحيد. كان هنالك عمليات هجوميه من قبل التنظيم باتجاه احتلال هي واقعة شمال الطريق. أنا أتحدث بالتحديد عن مناطق ريف حماة الشرقي وادي العزيب باتجاه الشيخ هلال. أيضا الجيش العربي السوري استوعب هذا الهجوم وقام على الفور باسترداد النقاط والتلال. ومن قبل هذه التلال تم تأمين عودة فتح الطريق. واليوم بكل ثقة نتحدث بالثقة التامة لأبطال الجيش العربي السوري حامين هذا الطريق بأن الطريق آمن نطمئن
أهالي مدينة حلب بأن كل المستلزمات هي تدخل هذا عبر هذا الطريق إلى هذه المدينة الصامدة، المشتقات النفطية وغيرها من المواد والمستلزمات المعيشية التي تخص المواطن الحلبي تعود إلى مجاريها عبر الطريق. ونطمئن أهالي حلب بأن الطريق لم ولن يصل إليه المجموعات الإرهابية المسلحة وتنظيم داعش الإرهابي لطالما أبطال الجيش العربي السوري متواجدين عليه. إذن كما تابعنا عبر شاشة الإخبارية السورية، حركة العبور من وإلى مدينة حلب هي بامتياز متواجدة، المسافرين ويعني نتحدث أيضا بأن كل ما أشيع خلال الفترة الماضية عن وصول المسلحين إلى الطريق هو عار عن الصحة. الجيش العربي السوري متواجد، حركة العبور من وإلى مدينة حلب هي متواجدة، والجيش متواجد عبر انتشاري على طول هذا الطريق من مدينة حلب باتجاه الريف الشرقي وصولا إلى خناصر، ما بعد خناصر إثريا ومنها إلى الشيخ هلال والسلمية ووصولا إلى باقي المحافظات السورية باتجاه دمشق واللاذقية وطرطوس. ورصدنا لكم آراء بعض المواطنين الذين دخلوا إلى مدينة حلب عبر هذه الرسالة المباشرة. إذن هذا كل ما لدي حتى اللحظات. العودة إليكم زملائي في استوديوهات الإخبارية السورية. نعم زميلي مراسل الإخبارية السورية وليد هناي من طريق حلب إثريا خناصر، شكرا جزيلا لك على هذه التغطية. أعود إليك دكتور وائل، هذا الموضوع لا ينفصل عن التضليل الإعلامي الذي تتبعه القنوات المغرضة بمحاولة التغطية على جرائم هذه التنظيمات الإرهابية ومحاولة الضغط على المواطن من ناحية اللعب على الوضع النفسي بأن طريق حلب إثريا خناصر هو مقطوع، أي شريان الحياة باتجاه مدينة حلب أو باتجاه مخرج لمدينة حلب أصبح مقطوعا. هلا هنا في هذا السؤال نجد له عدة أبعاد. البعد الأول هو توحد أهداف كل التنظيمات الإرهابية على كامل الجغرافيا السورية في القيام بأعمال إرهابية في هذه الفترة. يعني الخبر الأول الذي ذكرتموه، ريف اللاذقية، قذائف صاروخية من ريف اللاذقية على مدينة اللاذقية، هو حالة إرهابية واضحة المعالم، هدف زعزعة الأمن فقط وإعطاء صورة أننا قادرين على الوصول إلى مدينة اللاذقية واستهداف المواطن العربي السوري في مدينة اللاذقية. الآن اعتداء على طريق يتم من خلاله هو الشريان الحقيقي لمدينة حلب من قبل تنظيم داعش الإرهابي، أيضا هو اعتداء وزعزعة للأمن على الطريق الذي هو الشريان الاقتصادي لمدينة حلب بالمحروقات وبالغذاء وبالسفر ذهابا وإيابا إلى مدينة حلب. أيضا ما حدث في مدينة دمشق من التفجيرات الإرهابية في قصر العدل وفي خلال اليومين السابقين وصباح هذا اليوم في جوبر، هذا كله هدفه ماذا؟ هدفه إبراز أن هذه التنظيمات إرهابية وتريد أن تحقق بعدا ذو طابع ضغط على الدولة السورية وعلى المواطن العربي السوري في مفاوضات الأستانة كما ذكرتم قبل قليل. إذن يحاولون الاستثمار في الإرهاب. تمام، لا أكثر من هيك، هون بدي فصل. الذي تم الاعتداء، أنا لاحظ علي، تفضل أنت اليوم، عفوا، فيلق الرحمن يعتبر من الجيش الحر وحسب مفهوم إدارة أوباما على أنه معارضة معتدلة ولكن يمارس الإرهاب، واتحد مع تنظيم داعش الموضوع على لائحة الإرهاب الدولي في هجومه على طريق إثريا خناصر، وأيضا التنظيمات الإرهابية التي رفضت الذهاب إلى أستانة هي التي أطلقت القذائف الصاروخية على مدينة اللاذقية، وبالتالي توحدت كل هذه التنظيمات الإرهابية التي نحن مصرين حتى هذه اللحظة على أنها تنظيمات إرهابية تمارس هذه اللعبة الإرهابية مع المواطن ومع الدولة السورية. فهون في عدة أسئلة أصبحت مطروحة أستاذ عبدو. السؤال الأول، لماذا المجتمع الدولي يضع جبهة النصرة
ويضع داعش الذين مارسوا الإرهاب في اليومين السابقين، ولا تضع بقية الفصائل الإرهابية الأخرى كفيلق الرحمن الذي تعتبرونه معارضة معتدية على لائحة الإرهاب. هذا الموضوع كان فمعناته أساس أستنى اثنان، كان ومن المتوقع كان يكون على جدول أستنى ثلاثة. هلأ بدأنا نعلم لماذا قبل مؤتمر أستاني يقومون بهذه الأبعاد نحن على أبواب جنيف الإرهابية. هون المشكلة اليوم. أنا اليوم كمواطن عربي سوري بغض النظر عن ماذا تريده الدولة السورية وما تخطط له من مشاريع تجاه هذه التنظيمات الإرهابية، أنا اليوم كمواطن عربي سوري أنا اللي بدي أعبر، لأنه الإرهاب يمارس علي كمواطن عربي سوري. وأنا أجد اليوم خلال هذين اليومين الأخيرين وفي كل الأماكن وبدعم إعلامي من كل الفضائيات التي تقف إلى جانب التنظيمات الإرهابية في الداخل السوري، أنا الذي أتأثر بهذا الإرهاب. فلذلك ومجتمع الدولي مقصر في أن يضع فيلق الرحمن على لائحة الإرهاب. فيلق الرحمن رفض الذهاب إلى جنيف إلى الأستاني ورفض وقف الأعمال القتالية، وهو بايع جبهة النصرة في واليوم سيدي إن بايع ولا ما بايع، هن ما عم بياخذوا المجتمع الدولي ما عم بياخذ هذه الأبعاد، ما عم بيصدق. لكن ما لازم يصدق المواطن العربي السوري الذي يتأذى من هذا الإرهاب. أنا اليوم بقول بسبب تقصير المجتمع الدولي في وضع هذه التنظيمات الإرهابية على لائحة الإرهاب، والاعتداء الدائم على الشعب السوري في عدة مناطق، وأكبر دليل على ذلك اليوم ما رأينا. والنقطة الثالثة، أنا أقول كمواطن عربي سوري ومؤمن بمؤسسات الدولة وعلى رأسها مؤسسة الجيش العربي السوري، أيها الجيش دافع واذهب نحو الأمام للقضاء على كل هذه التنظيمات الإرهابية في عقر دارها أيا كان المكان. بتقلي بالغوطة الشرقية بقلك استكمل العملية، بتقلي في ريف اللاذقية بقلك تابع العمل لتطهير هذه المناطق وإبعاد هذه القذائف الصاروخية عن أهلنا السوريين في مدينة اللاذقية وهكذا. وبالتالي أصبحت مفضوحا هذا الموقف للتنظيمات الإرهابية، إن كانت موضوع على لائحة الإرهاب الدولي أو غير موضوع على لائحة الإرهاب الدولي. طيب أسميحك عذرا دكتور وائل إمام ومشاهدين الأكارم، مباشرة أنتقل إلى زميلي مراسل الإخبارية السورية في حماة علي شحود ليضعنا بآخر التطورات الميدانية. حياك الله زميلي علي شحود. علي إذا كنت تسمعني حياك الله، ما هي آخر التطورات الميدانية لديك؟ عم تسمعنا علي؟ آخر التطورات الميدانية لديك علي إذا كنت تسمعنا. نعم زملاء، تحية لكم، تحية لمشاهدينا، كل عام سوريا الحبيبة بألف خير، كل عام أمهات الشهداء أمهات الجرحى الصابرات الصامدات بألف ألف خير بمناسبة عيد الأم. بالانتقال إلى العمليات العسكرية في ريف حماة، ما زالت وحدات الجيش العربي السوري تتصدى لمحاولة إرهابي داعش قطع الطريق السلمية، حيث قامت هذه الوحدات بالتصدي لهذه المجموعات الإرهابية في منطقة وادي العذيب وقضت على أعداد كبيرة منهم. كذلك قامت بتدمير عدد من السيارات المزودة برشاشات ثقيلة، وكذلك تم تدمير عدد من الراجمات في ذات المنطقة، وما زالت الاشتباكات مستمرة حتى هذه اللحظة، إلا أن الطريق السلمي أسرى ما زال مفتوحا وتقوم بتأمينه وحدات الجيش العربي السوري. بالانتقال إلى ريف حماة الشمالي، أيضا وحدات الجيش العربي السوري سلاحي المدفعية والطيران يستهدف تجمعات الإرهابيين في كل من كفر زيتا وسكيك وأيضا محيط اللطامنة ومحيط كفر زيتا، أيضا الجهة الشرقية لمدينة مورك. كل هذه المناطق كانت هدفا لسلاح الطيران في الجيش العربي السوري وكذلك سلاح المدفعية، حيث حقق إصابات مؤكدة في صفوف هذه الجماعات الإرهابية المسلحة بناء على معلومات دقيقة في ذات المنطقة. يذكر أن خلال هذا الاستهداف تم تدمير عدة مقرات لهذه الجماعات الإرهابية المسلحة، وكذلك تدمير عدد من العربات المزودة برشاشات ثقيلة وأيضا عدد من مقرات القيادة كما ذكرنا سابقا. إذن زملاء، هذا كل ما لدينا في ريف حماة.
وسنوافيكم في أي جديد في حال وروده. عودة إليكم في استديوهاتنا في دمشق. نعم زميلي مراسل الإخبارية السورية من حماة علي شحوت، شكرا جزيلا لك على هذه المعلومات حول آخر التطورات الميدانية. دكتور وائل اسمح لي أن أرحب بضيفي الكريم الدكتور جمال واكيم، ينضم إلينا أستاذ التاريخ والعلاقات الدولية من بيروت. أسعد الله أوقاتك دكتور جمال. أسعد الله أوقاتكم دكتور جمال. مباشرة عندما نسمع قبل أي اجتماع أي مؤتمر إن كان أستنا وإن كان جنيف هذه التصعيد من قبل التنظيمات الإرهابية وهذه الهجمة الشرسة إن كان على محيط مدينة منطقة معامل إكراش شمال جوبر ومنطقة القابون وهذه التفجيرات الإرهابية التي سبقتها قبل أيام قليلة، القذائف الصاروخية التي تسقط على مدينة دمشق اليوم على حي الشاغور وأيضا عدة قذائف صاروخية في ريف اللاذقية، كيف هو الطريق إلى جنيف مع كل هذا التصعيد من قبل هذه التنظيمات الإرهابية؟ يعني بالأساس لم أكن متفائلا لا بجنيف ولا بالأستانة أن يحدث اختراقا باتجاه حل السياسي في سوريا، لأنني أعتقد أن يعني الإدارة تريد بلورة أجندتها السياسية ليس فقط بالنسبة للملف السوري ولكن لغيره من الملفات أوكرانيا العراق القرن الأفريقي واليمن والجنوب بحر الصين، وبالتالي يعني كل هذه النقاط التي تعتبر نقاط احتكاك مع الكتلة الأوراسية الصاعدة، ولذلك فإن يعني كنت أتوقع بل يعني تصعيدا ميدانيا في سوريا خصوصا بعد التقدم الذي أحرزه الجيش السوري في حلب وتثبيت الأوضاع في شمال البلاد. يعني أعتقد أن الانتقال إلى جبهة دمشق يأتي في إطار محاولة خلط الأوراق من قبل الولايات المتحدة وحلفائها الإقليميين وحلفائها في الساحة السورية، لذلك يعني نجد أن ما حدث في دمشق يترافق أيضا مع الغارة الإسرائيلية التي ضربت في العمق أو حاولت الضرب في العمق قبل أن تتصدى لها المضادات الأرضية السورية، كذلك نجد أنه ترافق أيضا مع التطورات حدثت مع الاحتلال الإسرائيلي في الجولان عبر استهداف قوات الاحتلال أو طائرة للاحتلال الإسرائيلي لإحدى سيارات واستشهاد سائقها وأيضا إسقاط طائرة التجسس. يعني أعتقد أنه هنالك تسخين للجبهة الجنوبية في محاولة لخلط الأوراق، وقد يترافق ذلك قد تكون هذه محاولة جس نبض باتجاه محاولة اعتداء إسرائيلي قد تكون نقطته الأساسية في لبنان. دكتور جمال تفضل بالبقاء معي. أعود إلى الدكتور وائل الإمام، تحدث عن أكثر من نقطة اليوم، تحدث الدكتور جمال وقال بأن أمريكا تريد بلورة أجندتها وخاصة بالوضع في سوريا، هل ما زالت الولايات المتحدة الأمريكية بعد وصول ترامب إلى سدة الرئاسة هناك ضياع في سياستها الخارجية؟ وهذا ما قاله الدكتور بشار الجعفري بأن مشاركتها في أستانا وإن كان في جنيف الذي يسبق جنيف القادم كانت عبارة غير ديناميكية وهي غير فعالة، ما الذي ننتظره من الولايات المتحدة الأمريكية؟ البارحة دونالد ترامب وأثناء مقابلته للعبادي صرح بشكل واضح بأننا نريد القضاء على داعش تنظيم الدولة وقالها بشكل صريح، في جزء منها فيما يخص تنظيم داعش الموضوع على لائحة الإرهاب الدولي هم لا يتكلمون عنه لأنه تم وضعه على لائحة الإرهاب الدولي وهم يريدون الاستمرار في ذلك. لكن أنا اليوم المعاناة الحقيقية التي أعاني منها في سوريا هو العدد الكبير لتلك التنظيمات الإرهابية تحت عناوين مختلفة وتحت دول داعمة لها أيضا مختلفة، فهنا المشكلة التي اليوم تواجهنا اليوم كشعب سوري وكدولة سورية، وكما ذكرت لك قبل قليل هو تقصير أيضا المجتمع الدولي
في وصم هذه التنظيمات الإرهابية على أنها إرهابية، لأنها تعطيها عدة أسماء وتريد التلاعب بها بشكل أو بآخر، مرة تعطيها لفظ معارضة معتدلة، مرة نطالب المجتمع الدولي بفصل التنظيمات الإرهابية عن المعارضة المعتدلة. في إدارة أوباما سابقا لم تصل إلى نتيجة، كلفوا الأردن بإعطاء لائحة بالتنظيمات الإرهابية، رفع الأردن لائحة ب 160 تنظيم إرهابي، والتنظيمات الإرهابية التي كانت مدعومة عن طريق الأردن لم يضع على لائحة الإرهاب. هنا المشكلة الحقيقية، صورة هذه التنظيمات الإرهابية معقدة جدا، وهم الذين جعلوها معقدة جدا حتى يستطيعوا اللعب على هذه الصورة المعقدة لتلك التنظيمات الإرهابية. يعني اليوم أنت ما بتسمع بجبهة النصرة وين بالعراق، ما بتسمع إلا بداعش. ليش فقط في سوريا أنا مضطر أسمع جبهة النصرة، ومضطر أسمع إعادة تشكيل القاعدة، ومضطر أسمع وجود داعش، ومضطر أسمع ب 160 تنظيم إرهابي كل واحد يأخذ فصل. الخبر عبر شاشة الإخبارية السورية، مفادة الإخبارية إلى ساحة العباسيين تقول بأن وحدات الجيش العربي السوري توجه ضربات مركزة لتحركات الإرهابيين في محيط منطقة المعامل، وتوقع في صفوفهم أعداد كبيرة من القتلى. أريد أن أعود إلى هذه النقطة التي تحدث بها، ولكن سريعا، عندما نتحدث بأن ترامب التقى بالعبادي وقال أنه يحارب تنظيم داعش، طيب ماذا عن تنظيم جبهة النصرة وباقي الفصائل المسلحة؟ هذا اللي عبوله. هنا الازدواجية، يعني أنا الكلام اللي ذكرته هو تفسير لكلام الأستاذ جمال واكيم، تمام، هو تفسير. في نقطة قال الأستاذ جمال مهمة جدا أيضا وياريت نركز عليها، الفكرة هي على الشكل التالي، أنه يجب أن لا يغيب عن نظرنا تلك المضادات الجوية التي وقفت في وجه الطائرات الصهيونية التي كانت تريد أن تقف إلى جانب تنظيم داعش في محيط مدينة تدمر لإيقاف تقدم الجيش العربي السوري والحلفاء في وجه تنظيم داعش الإرهابي. فاليوم أنا كيف الربط بيكون أنا عندي اليوم؟ الربط يكون لدي بأن الدول التي تدعم الإرهاب في سوريا والتنظيمات الإرهابية على اختلاف أسمائها على أرض الواقع، تقوم اليوم الكيان الصهيوني بالتنسيق مع تلك الدول وعلى رأسها نظام بني سعود الإجرامي والقطري وأيضا التركي. يعني حتى لو كان التركي ضامن للتنظيمات الإرهابية، لكن مارس كل هذه التنظيمات التي كانت مدعومة من تركيا، مارس بحقنا كشعب سوري إجراما على الأرض. اليوم تتحد هذه الرؤى مجتمعة على أن الشيء الذي لم يستطيع الكيان الصهيوني الوصول إليه عبر طائراته يريد الآن من تلك التنظيمات أن تقوم في هذه الأفعال وفي عمليات الإرهابية والإجرامية تجاه الشعب السوري من خلال الأدوات الموجودة على الأرض. نعم. طيب أعود إلى الدكتور جمال واكيم. دكتور جمال، استمعت إلى ما قاله الدكتور وائل عن لقاء ترامب بالعبادي وتصريحه ليس بجديد إن كان في إطار البروبيغندا الإعلامية بأنه لديه نية بأن يحارب تنظيم داعش الإرهابي. طيب هنا نتساءل، كما وجهت سؤالي إلى الدكتور وائل، طيب دونالد ترامب التقى قبل أيام بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في البيت الأبيض، ودفع لترامب ما يقارب 200 مليون دولار أمريكي مقابل كما سماها جميع من حلل في السياسة بأنها إعادة عقد بينهم وبين الولايات المتحدة الأمريكية لتبقى هي حامية لهم. أن تحارب تنظيم داعش ولا تحارب هذا التنظيم على واقع الحقيقة في الأرض، وتتجاهل تنظيم جبهة النصرة وباقي الفصائل، إلى أي حد يمكن أن نثق بهذا الأمريكي إن كان موجود في أستنا أو إن كان موجود في جنيف؟ يعني بالأساس لا يمكن أن نثق بالأمريكي بالمطلق. إذن ما الحل؟
ما الحل إذا كل من كان يحلل يقول لا يمكن الوصول إلى حل سياسي طالما الأمريكي بعيد عن هذه اللعبة مباشرة كما هو حتى الآن؟ يعني التمثيل له في أستنا كان تمثيل غير ديناميكي كما قال الدكتور بشار الجعفري وغير فعال. المشكلة أن يعني الولايات المتحدة تستخدم الإرهاب كأداة من أدوات تحقيق الغايات والأهداف الجيوسياسية في منطقتنا، وبالتالي فهي تستخدم هذا الإرهاب وتستثمر به من أجل إحداث تغيير جيوسياسي. لذلك أرى أن الصراع سيكون طويلا، لا أعتقد أن الحل قريب. إذا تم تهدئة أو تحييد أو تحقيق نتائج على صعيد الساحة السورية، فأعتقد أن الصراع سينتقل إلى ساحات أخرى مجاورة لسوريا، وأنا أخشى أن ينتقل الصراع إلى لبنان. لذلك لا أعتقد أنه يمكن الوثوق بحل تكون الولايات المتحدة جزءا منه، رغم أننا لا يمكن استبعادها عن أي حل. هذه هي المعضلة، لأن الولايات المتحدة لا تزال حاضرة كقوة عظمى، وبالتالي فإنه يجب أن يكون لها، أو هي ستفرض نفسها على أي موازين إقليمية جديدة. يعني لذلك فأنا أتوقع أن يكون الصراع طويلا، وأتوقع أن يكون هنالك محاولة لخلط الأوراق، وقد يكون ما يجري في دمشق أو حول دمشق الآن إن كان من هجمات للجماعات الإرهابية أو اختراقات الطيران الإسرائيلي، يعني قد تكون هذه محاولات لجس النبض بإطار إعادة تسخين الجبهة الجنوبية بتدخل إسرائيلي مباشر في هذه الجبهة، وقد لا تكون يعني لا تقتصر القضية على جبهة سوريا، ولكن قد تشمل لبنان أيضا. نعم، ابقى معي دكتور جمال ودكتور وائل الإمام. أذهب مباشرة إلى زميلتي موفدة الإخبارية السورية نور إبراهيم من منطقة باب أسريجة في مدينة دمشق لترصد الواقع واستطلاعات الرأي لدى المواطنين. حياك الله نور زميلتي، تفضلي، الصورة والكلمة لك، تفضلي. تفضلي نور. نحن متواجدين الآن بباب أسريجة بأحد أسواق دمشق القديمة. هيدا السوق من أقدم الأسواق وسوق شعبي، فينا نسميه يمكن سوق المعترين. نحن اليوم متواجدين لنرصد حركة الحياة السوريين اليومية اللي عم يتحدوا من خلال الإرهاب، عم يحاولوا كل يوم الذهاب إلى عملهم، الاستمرار بحياتهم، وهي الإرادة والتحدي والتصميم بيستمدوا من انتصارات رجال الجيش العربي السوري اللي هن مصدر الأمل والتفاؤل بحياتنا. نحن موجودين بفضل تضحياتهم. بدي انتقل لبعض الأشخاص. يعطيك العافية حجي، يعطيك العافية. يعافيك يا رب. شو بتحبي تقولي كلمة للجيش العربي السوري؟ الله يحميهم يا رب، ينصرهم يا رب. إلهي شو بتدعي لهم؟ الله ينصرهم يا رب ويحميهم بحماية يا رب. حجي يعطيك العافية. شو بتحب تقول كلمة لرجال الجيش العربي السوري، لقواتنا المسلحة اليوم اللي بشكل خلينا الأمات السورية ويديمنا على رأسه؟ يعطيك العافية. بدي انتقل لبعض الأشخاص هون. يعطيك العافية. شو بتحب تقول كلمة للجيش العربي السوري؟ نقول الله يقويهم وينصرهم يا رب. قديش اليوم أنت كمواطن سوري تستمد يمكن التحدي في مواجهة الإرهاب من انتصارات قواتنا المسلحة المستمرين والمرابطين على جميع الجبهات ليصدوا جميع محاولات الإرهابية؟ بتمنى دائما يكونوا هن يعني يكونوا أقوياء ويصدوا الإرهاب والعدوان على هذه البلد. هلا نحن بسوق باب سريجة، هو يعد من اقدم الاسواق الدمشقيه، وهو في يمكن نقول سوق المعترين لانه الاسعار بتكون فيه مو كثير غاليه. يعني طبعا بتكون اسعارها كثير مقبوله، يعني كثير. قد ايه صار لك بهيدا السوق تشتغل؟ صار لي يعني تقريبا شي سنتين. اي ساعه اليوم طلعت على الصبح على الشغل؟ 7:30. شو بتبيع؟ بقدونس وخس وخضره. قد ايه اليوم جرزه البقدونس؟ قال كثير غاليانه يعني. والله حساب يعني، هلا اليوم بعنا 3% 4% حساب يعني. والخس؟ خسي هلا ب 150 هون عندك، هون ب 100. يعطيك العافيه. بدي احاول اخذ بعض المواطنين. يعطيك العافيه.
شو بتحب توجه كلمة اليوم لقواتنا المسلحة لرجال الجيش العربي السوري؟ الله يحمينا ياهم ويخلينا ياهم ديموا علينا يا رب، زخر لهذا الوطن المعطاء. أنت بتشتغل بهيدا السوق؟ أنا بشتغل إيه خضرة. صار لك؟ صار لي 30 سنة هيدا السوق. نعم. هلأ سوق باب سريجة يمكن يعد من أقدم الأسواق الشعبية طبعاً في دمشق؟ أقدم واحد، أقدم سوق بدمشق هذا السوق. يمكن فينا نسميه سوق الدراويش لأنه الأسعار فيه معقولة؟ طبعاً هيك كثير، هذا سوق سقراء اسمه. إيه نعم سوق الدراويش. إيه نعم. قديش اليوم فيه بتحس فيه فرق بالأسعار وغلا؟ لا لا اليوم اليوم معقول هذا السوق؟ كثير كثير معقول السوق اليوم، يعني الخس رخيص، البقدونس رخيصة، كله رخيص الحمد لله. إيه اليوم الثاني فينا نقول هذا السوق أرخص، هذا السوق ربع قيمة أو ثلث قيمة. يعني أي ساعة اليوم طلعت على الشغل؟ أنا طلعت اليوم الساعة 6:30 الصبح. الله يقويك يا رب. الله يسلمك يا رب. يعطيك العافية، شكرا كثير لك. مثل ما عم نشوف نحن موجودين بسوق باب سريجة، يعد من أقدم الأسواق الشعبية وفينا نسميه سوق الدرويش لأنه الأسعار هون مختلفة عن باقي الأسواق، فينا نسميها أسعار معقولة بظل ارتفاع الأسعار اليوم. بدي حاول أخذ بعض البياعين. يعطيك العافية. شو بتحب توجه اليوم تحية لرجال الجيش العربي السوري؟ بدي أقول لهم بس الله يعطيكم العافية والله يرحم شهداءنا والله يقويهم. اليوم عيد الأم، شو بتحب توجه تحية لكل أمهات السوريات اللي عم يتابعونا، لأمهات رجال الجيش العربي السوري الأبطال، لأمهات الشهداء يمكن اللي بدماء أولادهم نحن موجودين اليوم لروة تراب الوطن؟ بدي أقول لهم الله يديمهم والله يرحم كل شي بطل فدا الوطن بروحه وبدمه. يعطيك العافية. شو بتحبي تقولي كلمة للجيش العربي السوري؟ الله يحميهم ويرفع البلاء عنهم. طيب انت الله يخلي لك اياها وكل عام وانت بخير بمناسبة عيد الام. الله يحمي لك اياها ويخلي لك اياها يا رب. الله يخلي. شو بتدعي له؟ شو بتدعي لكل العساكر الموجودين هلا على جبهات، لكل رجال الجيش العربي السوري؟ ينصرهم واخرة تحت صباط العسكري. شرفهم لحنا دمنا ما بيروح هدر ودم اولادنا ما بيروح هدر، اخرهم واولتهم واخرتهم تحت صباط اولادنا. والشرف إلنا بولادنا. الله يخليه. والبلد بلدنا والقائد قائدنا والحمد لله النصر إلنا إن شاء الله. هن من ديئتهم بس يلاقوا حالهم خسروا بيصيروا بيعضوا بحالهم، بيصيروا بيجيبوا التفجير على البلد، ولو فجروا شو ما عملوا لحنا منتصرين، لحنا النصر إلنا ولولادنا. الدم إلنا، دم أولادنا ما راح حدا، دم أولادنا شريف ودم أولادنا الطاهر، والأرض أرضنا والبلد بلدنا والقائد قائدنا. والله يحيي كل أم وكل أم خسرت ولدها. ولحنا مو لحنا مو ما عنا عيد، لحنا عيدنا يوم النصر. احنا مو امهاتنا بدنا ننتصر، احنا عندنا عيد النصر يوم ان شاء الله بكره وقت نحط الاعلام السورية كل المناطق اللي محررناها. الله يجبر خاطر بلدنا ويحمي بلدنا ويحمي هالقائد والنصر لنا لبلادنا. ينعاد عليك يا رب الخير والصحه. لي يعني انا لي فخر بابني انه راح واجري، انا لي فخر كبير كبير انه راح واجري تنتي. الله يخليلك. الله يبارك فيك. وكل عام وانت بألف خير. مثل ما عم نتابع يمكن كلمات بسيطة نابعة من القلب من أم سورية عم توجه التحية لأمنا الكبيرة سوريا بعيد الأم. نقول الله يخلي بلدنا الحبيب سوريا كل عام وسوريا بألف خير. يعطيك العافية. بدي حاول أخذ بعض البائعين هون. يعطيك العافية حجة. يعطيك العافية. شو بتحب توجه كلمة لرجال الجيش العربي السوري؟ الله يقويه إن شاء الله على أعدائهم ويفرج عن هالبلد بجاه سيدنا محمد، لأنه هذول الجيش يعني الجيش تبعنا نحن كتير قوي الحمد لله ومتماسك لازال لحد هلا وبيظل متماسك أكتر كمان بإذن الله. بس يعني بنقول للعصابات الإرهابية إنه حاجتكم لهون حاجتكم، يعني لازم بقى ينتهوا بقى. شو بتحب توجه كلمة لكل أمهات رجال الجيش العربي السوري، لكل أمهات الشهداء بعيد الأم؟ الأمهات يعني نقول لهم كل عام أنتم بخير والله يقويهم بجاه سيدنا محمد ويعوضهم هاللي راح منهم، لأنه فعلا الابن هو ما بيتعوض بس لكن الشهيد بيتعوض بإذن الله إن شاء الله. الله يسلمك. وجه التحية لكل الأمهات السوريات، نقول لهم كل عام وأنتم بخير، لكل أمهات الشهداء. يعطيك العافية حجي. مرحبا. شو بتحب توجه كلمة للجيش العربي السوري؟ الجيش العربي السوري شرفنا، الجيش العربي السوري عيوننا، الجيش العربي السوري بوطو بيحمينا، الجيش العربي السوري بوطو بيحمينا. الجيش العربي السوري ما عاد في يعني عايشين بأمان بفضل الجيش العربي السوري. شو بدك كمان؟ خلي لي اياك. قديش اليوم بتحس انه هي الاراده والتصميم والتحدي للسوريين اللي عم يواجهوا الارهاب بشكل يومي؟ اليوم نحن موجودين بسوق باب السريجي، هذا السوق الشعبي والعالم فاتحه محلات عم تتبضع. نعم. عم تحاول تستمر وتتحدى الارهاب.
هي الإرادة قديش بتستمدها من انتصارات رجال الحرب؟ الإرادة من هدول الناس اللي ماشيين بالطريق عم يتحدوا كل شيء. شوف يعني شوف أنه في شيء ما طيب. هذا الإعلام هذا المغرب الإعلام للأسف العربي هذا إعلام زفت. هذا إعلام زفت هن ورؤساء وملوك وأمراء زفت زفت. أهلين وسهلين. مثل يمكن كلمات من القلب نابعة، كلمات بتعبر عن إرادة وتحدي وصمود السوريين، كلمات بسيطة وجهوها لرجال الحق رجال الجيش العربي السوري، وكلمات من القلب لكل أم سورية كل عام وأنت بألف خير، وكل عام وأمنا الحبيبة سوريا بألف خير. عودة للزملاء إلى الاستديو. نعم زميلتي مفدة الإخبارية السورية نور الإبراهيم إلى منطقة باب السريجة في مدينة دمشق، شكرا جزيلا لك. طبعا أعود إليك دكتور وائل ودكتور جمال، أبدأ معك دكتور وائل. طبعا هذه الصور مستمرة ننقلها مباشرة عبر هو الإخبارية السورية من باب السريجة. عندما نتحدث واستمعنا إلى ما قاله هؤلاء الأشخاص الذين تقتهم نور، الأم قالت بأن دباء أبناؤنا لم تذهب هدر، وأنا أفتخر بابني الذي هو عسكري فقد قدمي. واليوم بمناسبة عيد الأم، نحن عيدنا هو بتحرير كل هذه المنطقة. وهذا الشخص الذي تحدث عن حذاء الجيش العربي، حذاء الجندي الجيش العربي السوري بأنه هو تاج وهو شرف، تعليقك. لا، في بداية الحلقة ذكرت لك أنه أنا لن أتكلم عن صمود السوريين بشكل عام. الصورة أبلغ بكل كلام. تمام. هذا الصمود أصبح ملموس بالنسبة لنا. يعني أنا اليوم في الجامعة، في الشارع، في حواراتنا اليومية، اليوم في نقاشاتنا السياسية، حتى ضمن العائلة، حتى ضمن الشارع، حتى ضمن الحي، اليوم هذه النقاشات ارتقت لأن تشاهد حقيقة الإرهاب. أنا هون مشان هيك قلت لك ببداية الحلقة بدي وجه كلامي لهؤلاء الإرهابيين. كل من يقول لكم أيها الإرهابيون أنكم تقومون بأعمال ترضي الله سبحانه وتعالى، أنا لا أجد في كل فعل، يعني هدول رؤساء المحاكم الشرعية الذين يخططون لهذه الأعمال الإجرامية تحت مظلة الدين الإسلامي، وهم والدين الإسلامي بريء من سلوك هؤلاء على الأرض. أنا أقول لهم وبكل صراحة، أنتم فاسدون وأنتم تفسدون في الأرض، لأنكم تهجرون الناس من بيوتهم، تهجمون على مناطق آهلة بالسكان، تريدون تدمير البنى التحتية، تريدون أعمالكم الهجومية تبدأ في مفخخات وفي كميات كبيرة، أنتم ترعبون الناس، أنتم تثيرون الخوف، أنتم تريدون هز حالة الأمان، أنتم تريدون نقل سوريا من حالة الأمان إلى حالة غير الأمان، فأنتم فاسدون في الأرض. واللي عبي يسولكم أفكاركم ويعطيكم فكرة أنه أنتم تقومون بأعمال إيجابية وترضي الله سبحانه وتعالى، أنا أقول لكم كامل الشعب السوري يعلم أنكم سبب هذا الفساد الذي نعيش فيه اليوم، أنكم وقود هذا الحرب التي نعيشها. هلأ بدي أرجع لكلام تلك السيدة التي قد فقد ابن قدمي. شو قالت؟ قالت الدم السوري ما حيروح هباء. ليش قالت الكلام؟ لأنها تعلم أن الدولة السورية والجيش العربي السوري هو الذي يحمي المواطن، هو الذي يحمي المنشآت، هو الذي يمنع تهجير المواطنين من أماكنها، هو الذي يقف في وجه هذا الإرهاب. فطبعا فإذا كان الدولة السورية والجيش العربي السوري يقف أمام الفاسدين والذين يريدون أن يمارسون الإرهاب في حق الشعب السوري، فطبعا بدنا ننتصر. وهذا الثبات وهذه الثقة التي وصلت إليها تلك الإمرأة وقالت لقد فقد ابني قدميه ولكن أنا لا أهتم لذلك، وفرحتي الحقيقية مو فرحتي بعيد الأم،
فرحتي الحقيقية بالنصر النهائي كنا كسوريين بعد ما يحرر الجيش العربي السوري كافة المناطق التي دخلها الإرهاب والذي يمارس إرهابه فيها. طيب أعود إلى الدكتور جمال واكيم. دكتور جمال، عندما كنتم تتحدثون قبل قليل وحضرتك كنت تتحدث عن أمريكا بأنها تريد بلورة أجندتها، وخاصة بما يخص ملف الأزمة في سوريا بشكل خاص، وأيضا في باقي المناطق، نتحدث عن أوكرانيا وعن القرم وغيره أيضا من المناطق العالقة والمشاكل بينها وبين البلاد، بينها وبين روسيا. الروسي الذي يتعامل بكل هذا الدم البارد بينه وبين البلاد المتحدة الأمريكية، رغم كل التصعيد والغلط الدبلوماسي باتجاه روسيا من خلال طرد الدبلوماسيين الروس من الولايات المتحدة الأمريكية، الروسي إلى أي حد قادر أن يتم بهذا المستوى من ضبط النفس والتعامل وإبقاء هذه الشعرة، شعرة معاوية، بينه وبين الولايات المتحدة الأمريكية؟ يعني هو قادر على ذلك لعدة أسباب. أولا، الوقت يلعب في صالحه. المشكلة بالنسبة للولايات المتحدة أنها تندفع باتجاه تحقيق مشروعها، لأنها تعي بأن موازين القوى ليست في صالحها على المدى الطويل، لأن يعني روسيا تبني قوتها، الصين تخرج إلى العالم بدور ريادي، إيران هي حليفة لهاتين الدولتين، أيضا هنالك الهند والبرازيل وجنوب أفريقيا. كل هذه القوى يعني تريد أن يكون لها دور في هذا العالم، ولا تريد أن يكون للولايات المتحدة يعني هيمنة أحادية الجانب. لذلك فإن الروسي يعتمد على هذا التحول العميق والبنيوي في النظام الدولي. يعني برأيك، عفوا وأسف للمقاطعة دكتور جمال، الروسي يبني آمال على تحول ما في سياسة الولايات المتحدة الأمريكية، وخاصة بالتعاطي مع ملف الأزمة في سوريا؟ يعني هناك توقعات بأن الولايات المتحدة، المشروع الإمبراطوري للولايات المتحدة، وصل إلى أفق مسدود. طبعا يبقى على الولايات المتحدة أن تعترف بذلك، ولكنها يعني مراكز القوى في الولايات المتحدة وشبكات المصالح لا تزال مندفعة باتجاه تحقيق هذا الحلم بالأحادية القطبية. حتى تقتنع الولايات المتحدة باستحالة هذا الخيار، فإنها تريد أيضا أن تتكيف مع هذا النظام الدولي الجديد وأن تحجز مكانا رياديا لها. هذا هو يعني جوهر الصراع الجاري الآن، ولذلك نجد أن هنالك سخونة في نقاط الاحتكاك ما بين الولايات المتحدة وحلفائها من جهة، وما بين الأقطاب الصاعدة من جهة أخرى، وأساس هذه الأقطاب هي الصين وروسيا وإيران التي تحتل قلب البر الأوراسي. لذلك فإننا نجد أن المعركة حامية ليس فقط في سوريا، ولكن في العراق أيضا، في أوكرانيا، في منطقة القرن الأفريقي واليمن، في جنوب بحر الصين. طبعا سوريا يعني شدة أو حدة التوتر في سوريا هي ناجمة عن أن سوريا هي أحد أهم المواقع الجيوسياسية في العالم، لأن سوريا هي قلب هذا الشرق الأوسط الذي تلتقي فيه ثلاث قارات، هي أوروبا، آسيا، وأفريقيا. أعود إلى الدكتور وائل إمام، وأبدأ من حيث انتهى الدكتور جمال. عندما نتحدث عن حرارة الميدان وحرارة ما يجري في سوريا، تحدث عن أكثر من جبهة يخوضها أبطال الجيش العربي السوري، تقابل هذه الحرارة في الميدان برودة بملف التعاطي مع هذا الإرهاب الكبير الذي يضرب سوريا، وخاصة من المجتمع الدولي. وحضرتك تفضلت ببداية الحديث عن تقصير لدى المجتمع الدولي، هذا ليس تقصير، هذا إدانة كبيرة للمجتمع الدولي ولمجلس الأمن وللقرارات التي صدرتها إلينا 22-53 22-54، جميعها تبقى في إدراج الأمم المتحدة. ما الفائدة؟ إذن هلا هو في الواقع 22-53 الذي أدان الإرهاب، و 22-54 أشار إلى القرار 22-53. مما لا شك في كلام الأستاذ جمال دقيق جدا، ولكن أخذني الحال عندما تكلم الأستاذ جمال إلى في تلك اللحظة الذي تم تحويل ملف الحرب على سوريا إلى الأمم المتحدة.
ويجب علينا جميعا لا ننسى دور ذلك القطري ودول الخليج التي ساهمت بشكل أو بآخر بتحويل الملف إلى الأمم المتحدة وتدويله. اليوم نحن كشعب سوري ندفع ثمن تدويل ملف الحرب على سوريا إلى الأمم المتحدة وإلى مجلس الأمن الدولي. مشان هيك اليوم الذي أتى بكل تلك القوى الدولية من سوريا وجعل من العراق، هلأ مو العراق ما تدولت مثل حالة سوريا، في الواقع الذي تم تدويله يعني قرارات الفيتو من كل من روسيا والصين، كانت أغلب الفيتو يأتي إلى قرارات كان يريد مجلس الأمن الدولي يتخذها لإسقاط الدولة السورية والشعب السوري، ولكن تقف روسيا والصين بفيتو مضاعف في وجه مثل هذه القرارات الذي جعل ودول الحرب في سوريا. للأسف هي دول عربية كنظام بني سعود الإجرامي والنظام القطري الإخواني المجرم للأسف. فنحن اليوم ندفع ثمن هذا التدويل. هذا التدويل جعل الصراع ينتقل مو بس من الأرض السورية أيضا إلى العمل الدبلوماسي في مجلس الأمن الدولي، لكن إسقاطاته الحقيقية اليوم على الأرض من يدفع ثمنه؟ هو المواطن العربي السوري. واليوم سوريا في الواقع تشكل هي المركز الحقيقي، يعني الضغط في أوكرانيا على روسيا هي ما بين أوكرانيا وروسيا فقط لا غير. حتى المسألة اليمنية تتداخل فيها البعد الإيراني مع السعودية فجعلوها ساحة، فجعلت ساحة للصدام ما بين تلك القوى. لكن اليوم سوريا هي التي تدفع الثمن الأكبر. لكن من الوقود الحقيقي حتى يدفع الشعب السوري هذا الثمن؟ هي تلك التنظيمات الإرهابية التي تنصاع لأوامر المشغلين. أنا بس حابب أذكرهم بشغلة للتنظيمات الإرهابية، خذوا عبرة مما يحدث في كل المناطق التي يتواجد فيها الإرهابيين. الطائرات التركية دكت معاقل الإرهابيين بالتعاون مع الطائرات الروسية في موقف معين، الطائرات السورية أيضا منذ بداية هذا الحرب تدك معاقلكم، الطائرات الروسية والتحالف، التحالف الأمريكي دك مواقعكم في ريف إدلب مؤخرا. ارجعوا واسمعوا الكلام الذي ذكروه هذه التنظيمات الإرهابية بعد أن تم تدمير بعض المواقع. كلكم تركضون وراء المال، الجميع يلهث وراء المال. هذا مو كلامي، هذا كلامكم أنتوا أيها الإرهابيون، هذا كلامكم أنتوا، وأنتوا بتعرفوا أكثر ما نحن بنعرف، لأنه أنتم الذين تلعبون بالدولارات في الداخل، وأنتم قتلتم بعضكم البعض حتى يسلب أحدكم أموال الآخر، وهذا حدث في الغوطة الشرقية. آخر الأخبار، موفد الإخبارية، الجيش العربي السوري يستهدف بالمدفعية أوكال إرهابيين في جوبر ويدمر لهم عدة آليات. ضيوفي الأكارم ومشاهدينا، سوف نتابع الآن تقرير يرصد عمليات الجيش العربي السوري اليوم شمال جوبر من خلال محاولة تنظيم جبهة النصرة وباقي الفصائل الأخرى التسلل إلى مواقع للجيش العربي السوري والأحياء الآمنة، وتم تكبيدهم خسائر فادحة. سوف نتابعه الآن بهذا التقرير، نتابع. في جوبر سقط الكثير من الإرهابيين قتلى ومصابين إثر محاولاتهم الفاشلة للتسلل إلى نقاط الجيش العربي السوري. هجوم شنه الإرهابيون من عدة محاور، ليس الأول من نوعه لكنه الأعنف، اشتركت فيه جميع الفصائل الإرهابية بما فيها جبهة النصرة، وتقاسمت هزائمها بالتساوي بعد أن تمكن رجال الجيش السوري المرابطين في نقاطهم من التصدي لهم وتكبيدهم أفدح الخسائر. المرحلة الثانية من هجوم الإرهابيين لم تختلف عن المرحلة الأولى، حيث أعاد الجيش تكتيكه واستوعب الهجوم من جديد ليحشر الإرهابيين ضمن دائرة مغلقة ليكون مصير من بداخلها الموت أو الاستسلام. قامت المجموعات الإرهابية المسلحة بالهجوم على عدة نقاط على هذا المحور، ومن هذا المحور شركة كهرباء ريف دمشق
تم نصب فخ تكتيكي لهؤلاء المسلحين وتم مقتل عدد كبير من هؤلاء المسلحين. اعتماد العربات المفخخة أسلوب جديد هنا، لكنه ليس خارج إطار توقعات بواسيرنا المتيقظين دائما لجميع أساليب الإرهابيين ومحاولاتهم. بعد أن أغلق الجيش السوري لجميع أنفاق الإرهابيين في بساتين القابون وبرزة والتي تصلهم بعمق الغوطة الشرقية، قاموا بمحاولتهم الانتحارية هذه لإعادة إنعاش تواجدهم وفتح خطوط إمداد جديدة تنقذ الإرهابيين بمختلف تنظيماتهم سواء في القابون أو في عمق بلدات الغوطة الشرقية. أعود إلى الدكتور جمال واكيم. دكتور جمال، تابعت جزء من هذه العمليات العسكرية في هذا التقرير الذي عرضناه عبر هوا الإخبارية السورية، تقدم لرجال الجيش العربي السوري، استيعاب لهذه المفخخات الكبيرة وهذا الأسلوب الذي ليس بالجديد من قبل تنظيم جبهة النصرة وباقي التنظيمات الأخرى والفصائل المنضوية تحت هذا المسمى. هناك من تحدث وقال بأن ما قام به تنظيم جبهة النصرة بالهجوم على أحياء أطراف مدينة دمشق هو بمثابة الانتحار أو سكرة الموت من قبل هذه التنظيمات، وأيضا تحدثوا عن موضوع آخر بتخلي الأصيل اليوم الدول الراعية لهذه التنظيمات الإرهابية عن هذه التنظيمات على الأرض، مما دفعهم بهذه العملية للإقدام إلى عملية الانتحار الحقيقي اليوم. رأيك لو سمحت. يعني أنا لا أعتقد أن الدول المشغلة لهذه الجماعات تخلت عن هذه الجماعات، بل إنها دفعت بها إلى هذا الهجوم، لأنني أعتقد أن هنالك محاولة لجس النبض للدفاعات الجيش السوري حول العاصمة دمشق، لأنني أعتقد بأن يعني التسخين الجبهة سيكون باتجاه جنوب سوريا من الآن فصاعدا في محاولة لخلط الأوراق، يعني ستحاول الولايات المتحدة وحلفائها القطريين والسعوديين والأتراك حتى أن يستهدفوا دمشق، لأن دمشق هي قاعدة الاستقرار في سوريا، وبالتالي فإذا حاولوا أو إذا نجحوا في إحداث اختراق هناك قد يقلبوا المعادلة. ما هي فرص هذا الانقلاب؟ لا أعتقد أن لهذا الهجوم أي فرصة النجاح، ولكن يجب أن نرى أن هذا الهجوم يترافق مع الاختراقات التي قام بها الطيران الإسرائيلي، أيضا مع الحديث عن احتمالات حرب إسرائيلية ضد المقاومة في لبنان، وبالتالي يعني جنوب لبنان أو لبنان يعتبر بالدائرة الأمنية جزء من أمن جنوب سوريا، وبالتالي فأنا أعتقد أن هنالك احتمالات لحرب كبرى قد لا تحدث، ولكنها أيضا قد تحدث في محاولة أمريكية لخلط الأوراق والدفع باتجاه إعادة التوازنات إن كان في سوريا أو على الصعيد الإقليمي لصالحها. لذلك أعتقد أننا سنشهد تصعيدا أمنيا كبيرا في الفترة المقبلة. طيب بدي أخذ رأي دكتور وائل. دكتور وائل، هل تتفق مع ما قاله الدكتور جمال بأن الفترة القادمة هي فترة تصعيد، وخاصة من باب خلط الأوراق، هذا السياسة التي تتبعها الولايات المتحدة الأمريكية لدفع باتجاه كما تحدث الدكتور جمال خلق توازنات إقليمية جديدة هي تصب في مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية؟ هلا النية الأمريكية في خلط الأوراق موجودة، وأنا أتفق مع الأستاذ جمال من أن تلك الدول الراعية للإرهاب لم تستغني في يوم من الأيام عن دعم هؤلاء الإرهابيين في أي شكل من الأشكال، ودفع هؤلاء الإرهابيين على كل الجغرافيا السورية لإثبات أنها موجودة عسكريا، كمان ما زال هذا الأمر موجود على أرض الواقع. هذا الجانب الذي ذكره الأستاذ جمال هي الصورة التي عكسها وفق رؤية الولايات المتحدة الأمريكية. لكن بالمقابل شو اللي عم يصير؟ بالمقابل إنه هذه الرؤية التي تريد الولايات المتحدة الأمريكية أن تصل إليها في المنطقة تواجه فشل المشروع الأمريكي الخليجي الصهيوني في تقسيم سوريا.
فشل هذا المشروع أيضا في إرساء نظام حكم للإخوان المجرمين داخل سوريا وفي مصر، والوصول إلى ما يسمى الهلال الإخوانجي من تركيا إلى سوريا إلى مصر. فشل أيضا وتعري تنظيم داعش الإرهابي. يعني اليوم الولايات المتحدة وتحطت تنظيم داعش الإرهابي وجبهة النصرة على لائحة الإرهاب لأنها لم تستطع أن تهرب من تلك الصورة الإجرامية الموثقة بالدليل على أنه تنظيم إجرامي وإرهابي على الأرض. مشان هيك وضعوا، وإلا كانوا فلتوا من الأمر وقالوا أنه لا، هو ليس تنظيم بل يريد بناء دولة كما ادعى هذا التنظيم. وبالتالي أنت اليوم صحيح الرؤية الأمريكية موجودة، وكمان في رؤية صهيونية بأن ترسل طائرات متى شاءت إلى أين شاءت وتضرب أي موقع تريده، إن كان في سوريا أو في لبنان أو في أي منطقة من الإقليم في الشرق الأوسط. لكن هذا الأمر من الذي غير هذا عجلة التوازن؟ من الذي غير آلية التوازن على الأرض؟ هو واحد، صمود الجيش العربي السوري على الأرض طيلة 6 سنوات ونيف، واحد صمود الشعب السوري بالحالة الفكرية أيضا، صحيح في حالة فكرية ذات طابع تطرفي، ذات طابع همجي، ذات طابع إجرامي، ذات طابع ديني مغلق، كل هذا موجود، لكن بالمقابل في نهوض بحالة فكرية اليوم شفناها بالريبورتاج الموجود. هذا موجود كمان. لازم نحن حتى نفهم ماذا يجري على الأرض لازم نشوف الصورتين معا. لا تكفي أن نرى رؤية الولايات المتحدة، لكن أنا متفق مع الأستاذ جمع أنه هي رؤية الولايات المتحدة وهي تريد خلط الأوراق. وما الزيارات التي يقوم بها رئيس الكيان الصهيوني نتنياهو إلى روسيا وإلى الصين وإلى مناطق أخرى إلا هدفا، لأنه بدأ يشعر ككيان أنه غير قادر على إعطاء شيء. شوف تحليل الكيان الصهيوني محللينه لخطورة فقط حزب الله. اليوم لم يعد يعطوه لفظ أنه ميليشيا، بل أصبح يعطوه أنه نصف جيش أصبح. هذا كلام نني محللين نني الصهاينة منحنا. فما بالك بدولة قائمة وما زال يلقنها الدروس الدرس تلو الآخر. وكل اللي استخدمناه اسميتين المعدل. خلينا ساكتين. في شيء يا جماعة بزمانه وقت هجموا في الغوطة الشرقية، خليني أجيب سيرتها، هي القصة كتير مهمة. وقت هجموا على الدفاعات الجوية في غسولة، وقت يوميتها طلع واحد معتوه من التنظيمات الإرهابية آنذاك وقال يريد النظام أن يقصفنا في هذه الصواريخ. وهذا المعتوه الجاهل لا يعرف أن هذه الصواريخ هي أرض جو. عرفت شو قصدي؟ فهن كانوا منفذين منذ اللحظة الأولى، منذ خروجكم أيها الإرهابيون من في مظاهرات التخريب باللحظة الأولى، وأنتم تنفذون الأجندة الصهيونية الخليجية بحق الشعب السوري. طيب. عود إلى الدكتور جمال. دكتور جمال، آخر الأخبار تصلنا من موفد الإخبارية السورية إلى منطقة الاشتباكات في محيط جوبر. الجيش العربي السوري يستهدف تحركات وطرق أمداد الإرهابيين على محور القابون ويوقع في صفوفهم قتلى ومصابين ويلقي القبض على عدد من الإرهابيين. دكتور جمال، عندما تحدث الدكتور وائل عما كان يجري في عدة ساحات القتال وفتح أكثر من جبهة، وأيضا حضرتك تطرقت إلى هذا الموضوع، هنا نتساءل عندما يصدر قبل ساعات من الآن خبر عن ديمستوري يقول بأن جميع الوفود التي وجهت إليها الدعوات سوف تحضر إلى اجتماع جنيف المقرر في 23 من هذا الشهر الجاري، هل أنت متفائل في اجتماع جنيف؟ للأسف لست متفائلا، لأن الولايات المتحدة وحلفائها ليسوا مستعدين بعد لإحداث اختراق باتجاه حل سياسي في سوريا، وبالتالي فإنهم سيبقون على دعمهم لهذه الجماعات المسلحة، على تمويلها وتدريبها ومدها بالدعم اللوجستي والسماح لها بالعبور عبر مطارات دولهم باتجاه سوريا.
طيب برأيك ما الولايات المتحدة الأمريكية إذا معادلة الميدان بدأت تنقلب وخاصة بعد تحرير الأحياء الشرقية في مدينة حلب؟ يعني كانوا يتحدثون على القنوات المغرضة بأنهم يسيطرون على مساحة كبيرة جدا من الجغرافيا السورية. خلال الأربعة أشهر التي مضت أو ثلاثة أشهر تقريبا تم استعادة أكثر من 45% إلى 50% من هذه المساحة التي كانت تحت سيطرة تنظيم داعش أو تنظيم جبهة النصرة الإرهابي. على ماذا تراهن الولايات المتحدة الأمريكية وأدواتها اليوم؟ أخشى أن يكون الرهان من قبل الولايات المتحدة وحلفائها يعني السعوديين والقطريين أيضا والأتراك على قيام إسرائيل بعدوان كبير على لبنان تستهدف من خلاله المقاومة اللبنانية، وبالتالي محاولة توجيه ضربة للمقاومة اللبنانية بحيث تعزل هذه المقاومة وإيران عن الساحة السورية وعن دعمهما للحكومة السورية والجيش السوري، وبالتالي فإن الرهان الأمريكي أن تبقى الحكومة السورية رهن دعم الروسي، يعني عندما إذا نجحت ضربة إسرائيلية للمقاومة في لبنان فإن يعني هذا يشكل أيضا ضربة لإيران وعزلا لإيران، وبالتالي تصبح الحكومة السورية أو النظام في سوريا والجيش العربي السوري معتمدا فقط على الدعم الروسي. وبالنسبة للولايات المتحدة فإنه بالإمكان احتواء روسيا، هنالك الآن محاولات لاحتواء روسيا وإرضائها وفصلها عن الصين وإيران، ليس بالضرورة أن يرجح ذلك، ولكن هذا هو الرهان الأمريكي. لذلك فإن ما أراه الآن حول دمشق من إعادة تسخين للجبهة والغارات الجوية الإسرائيلية وأيضا استهداف الاحتلال الإسرائيلي لمقاومين في الجولان الآن وأيضا الحديث عن اعتداء كبير يجري أو سوف يجري على لبنان، كل هذا يأتي في إطار محاولة خلط الأوراق وعسى أن يعني تعيد الولايات المتحدة قلب موازين القوى في الساحة السورية لصالحها، وبالتالي يكون الحل السياسي هو تعبير عن إعادة خلط الأوراق وعن التوازنات الجديدة. طيب عود إليك دكتور وائل، استمعت إلى ما قاله الدكتور جمال، أحد أهداف الولايات المتحدة الأمريكية من خلال خلط الأوراق هو فصل روسيا عن الصين وأيضا إيران وتوجيه ضربة إلى المقاومة اللبنانية من محاولة فصل ما يجري في سوريا عن ما من المتوقع كما يتحدث الدكتور جمال أن يكون هناك توجيه للمقاومة ضربة في لبنان. هل أنت تتفق مع هذا السيناريو؟ وأيضا تحدث عن موضوع سحب روسيا كما تفضل باتجاه الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن ما يجري من الولايات المتحدة الأمريكية ليس هناك أي بوادر حسن نية من أجل التقارب بينها وبين روسيا. بلى، في حسن نية، أنه اليوم وزير الخارجية بده ما يحضر مؤتمر الناتو وسيحضر الاجتماع التمهيدي للقاء بوتين ترامب. لا، في هيك شيء، لكن خليني آتي إلى فعل حدث سياسي عندما هاجم ترامب عند زيارة نتنياهو للولايات المتحدة الأمريكية. خرج ترامب وهاجم إيران هجوما شرسا، لكن روسيا قالت وبكل صراحة وبتصريح عن السيد لافروف بأن إيران دولة صديقة لروسيا، ونحن لا نتفق مع الرؤية الترامبية في الإدارة الأمريكية لهذا التوصيف للدولة الإيرانية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، وبالتالي نجد أن هذا الأمر غير محقق على الأرض. يعني اليوم من الصعوبة بمكان، أنت بس لذكر أستاذ جمال بنقطة هامة، منذ سنة أو سنة ونصف تم التوقيع على عقد $400 مليار بين الصين وروسيا من أجل توريد الغاز والنفط للصين عبر الأراضي الروسية. يعني اليوم المصالح كبيرة جدا بالتبادل الاقتصادي، يمكن لمدة 10 سنوات يا 20 سنة. فالتبادل الاقتصادي كبير جدا ما بين الصين وما بين روسيا، هي واحد. اثنين، المناورات العسكرية في
في الشواطئ الصينية الروسية الصينية أيضا كانت موجودة، وهذا هو كان تعاون عسكري كبير ما بين دولتين من أكبر الدول. ولا تنسى أنه الاقتصاد الصيني يقارب الاقتصاد الأمريكي أقل بقليل، لكن اجتماع الاقتصاد الروسي مع الاقتصاد الصيني في مواجهة الاقتصاد الأمريكي أكبر. هاي النقطة الثانية اللي حابب أوضحها. النقطة الثالثة اللي حابب أوضحها كمان مهمة جدا، أنه يجب علينا أن لا ننسى أنه يوجد حركات انفصالية لبعض الولايات الأمريكية عن الولايات المتحدة الأمريكية بعد وصول ترامب إلى سدة رئاسة الإدارة الأمريكية. ولكن هل الولايات المتحدة قادرة على كما تفضل الدكتور جمال أن تفصل روسيا باتفاقياتها عن الصين وإيران؟ وهذا ما يرى هذا المحور الذي إيران هو جزء من المقاومة. أنا أتيت لك ببعض المواقف السياسية والعسكرية التي تقول ليس من السهولة بمكان أن يتم عملية الفصل. يعني اليوم تقول لروسيا بعيدا عن المناطق الدافئة والمياه الدافئة لأسطولك الروسي فيك تستغني اليوم؟ تقول لك لا ما فيني استغني، أنا ضرورة أصبح هذا الأمر بالنسبة لي. بدي انتقل لدكتور جمال. دكتور جمال، قبل قليل تطرقت إلى الجانب التركي، أريد أن أسلط الضوء على هذا الموضوع. تركيا التي كانت حاضرة في أستانة 2 وأستانة 3 مع غياب التنظيمات الإرهابية ومن يمثلها في أستانة 3، برأيك هل كان هذا الغياب بشكل اتخذت قراره هذه الجماعات الإرهابية، أم التركي كان هو من وجه بعدم حضور هذه التنظيمات ومن يمثلها إلى اجتماع أستانة 3، خاصة أنه كان الهدف الأساسي منه هو وضع أسس وأنظمة لوقف الأعمال القتالية وضرورة أن يكون هناك حساب لمن يقوم بخرق هذا الاتفاق؟ يعني أولا أود أن أوضح بأنني يعني قمت بتحليل وجهة النظر الأمريكية، ولكن نعم تمام لم أقل بأن هذا سيحدث. نحن نتحدث، لا نحن لا نقول لك أي شيء دكتور جمال، نحن نتحدث من باب ما هي ممكن أن يكون أهداف الولايات المتحدة الأمريكية بالتعاطي مع الملف. تفضل. نعم، أما بالنسبة لتركيا أعتقد أن الأتراك هم الذين أوعزوا لهذه الجماعات بعدم المشاركة، وخصوصا أن هذه الجماعات تأتمر بأوامر تركيا، لأن الأتراك يعني يتخبطون الآن بين المحور الغربي بقيادة الولايات المتحدة والمحور الأوراسي ويعني خصوصا الذي تقوده روسيا وإيران والصين. لذلك وجدنا أن يعني المشكلة الأساسية المعضلة الأساسية بالنسبة للأتراك أنهم يريدون أن يكونوا مع الولايات المتحدة، ولكن الولايات المتحدة في وقت من الأوقات راهنت على الورقة الكردية التي تؤثر بالدرجة الأولى على الاستقرار في شرق الأناضول، يعني وتهدد بفصل جزء كبير من تركيا عن تركيا. فبالتالي هذا الذي دفع بأردوغان لأن يسعى بقوته نحو شمال سوريا، وذلك لمنع تمدد قوات سوريا الديمقراطية باتجاه الغرب ووصولا إلى أنطاكيا يعني وإلى مرسين. الآن بعد تدخل الولايات المتحدة وإعادة توزيع الأدوار، حاول أردوغان أن يعيد تركيا أو تصويب بوصلته باتجاه المحور الأمريكي، لذلك وجدنا تلكؤا من قبله بالمشاركة وبدعم المسار السلمي ووقف إطلاق النار الذي تم الاتفاق عليه في أستانا، ووجدنا أنه أوعز الجماعات المسلحة بأن لا تشارك في أعمال القمة الأخيرة، وهذا يدل على أن تركيا عادت وضع نفسها بتصرف الولايات المتحدة، خصوصا أن سياسة الإدارة الأمريكية الجديدة لا تراهن على نسميهم بالإنجليزية non state actors أو اللاعبين من غير الدول، مثل ما كانت تراهن عليه مثلا إدارة أوباما
الإدارة السابقة. نعم. الإدارة السابقة راهنت على الورقة الكردية، أما الآن فأننا نسمع دونالد ترامب يقول بأنه يريد التعامل مع رجال أقوياء، وبالتالي فإن هذا يعطي الأفضلية لأردوغان مثلا ولتركيا على حساب الأكراد، ولكن الولايات المتحدة بحاجة إلى الأكراد ليشكلوا بيئة حاضنة لقواعدها التي تزمع إنشائها في شرق سوريا، لذلك فإنها توزع الأدوار ما بين تركيا وما بين الأكراد، ولذلك أعتقد يعني أننا سنرى قريبا ابتعادا تركيا مرة أخرى عن روسيا وعن إيران وتقاربا أكثر مع الولايات المتحدة. نعم دكتور جمال. نعم دكتور جمال وكيم أستاذ التاريخ والعلاقات الدولية، كنت معي عبر الهاتف من بيروت، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الأكارم أنتقل مباشرة إلى مفدة الإخبارية السورية زميلتي ليمونة صالح من شارع فارس خوري من محيط كراجات العباسيين. حياك الله ليمونة. نعم عبدو. نعم ما هي الصورة لديك الآن؟ تفضلي. نعم تفضلي ليمونة. كنا كما رصدنا لكم وبعدسة الإخبارية السورية بأكثر من رسالة على الهواء مباشرة، نحن متواجدون بنهاية شارع فارس خوري المؤدي إلى كراجات العباسيين، أمتار قليلة تفصلنا عن كراجات العباسيين، ما تزال العمليات القتالية مستمرة ما بين رجال الجيش العربي السوري والمجموعات الإرهابية المسلحة، العمليات الآن مركزة شرق كراج العباسيين وشرق مبنى الكهرباء وأيضا بمنطقة المعامل. المصدر عسكري خاص أكد لنا بأن الأستراد أي منطقة ومنشأة سيرونكس هي مع رجال الجيش العربي السوري وأيضا بالقرب من معامل الدبش. نعود ونذكر مشاهدينا يعني لمن يتساءل كيف كانت الصورة بساعات الفجر الأولى، تم استهداف رجال الجيش العربي السوري أو حواجز رجال الجيش العربي السوري بمفخخة عربة BMP، ولكن هذه المرة كانت عبر الأنفاق، دخلت عبر نفق هو مجهز لمرور السيارات أو العربات المفخخة وأيضا المجموعات الإرهابية المسلحة وصولا إلى استهداف أحد حواجز الجيش. يعني كما نلاحظ بالصوت والصورة عبده لا يزال سلاح الجو السوري يستهدف وأيضا جميع الأسلحة لرجال الجيش العربي السوري تستهدف المجموعات الإرهابية المسلحة. رصدنا قبل قليل المجموعات الإرهابية المسلحة التي هي بقلب وعمق جوبر، كانت رمايات دقيقة لسلاح الجو السوري لتجمعات الإرهابيين في عمق جوبر، ولكن ما تزال أيضا جبهة القابون رجال الجيش العربي السوري أيضا يسيطرون على كتل وأبنية متقدمة في منطقة وبلدة القابون، كما هي العمليات العسكرية المستمرة التي بدأت منذ أكثر من 15 يوما في عمق بلدة القابون. هذا الطلقة الأخيرة فيما يخص الإرهابيين عبد العود، ونذكر يعني هذه الاستماتة من قبل المجموعات الإرهابية المسلحة كلها من أجل الحفاظ على جوبر. كيف الحفاظ على جوبر؟ يعني عندما تسقط القابون فيأتي سقوط جوبر تحصيل حاصل، لأن القابون يعني يفصل القابون وجوبر، هناك ممرات وأنفاق متعددة، رجال الجيش العربي السوري سيطروا على أكثر من نفق، شجروا وفخخوا أكثر من نفق، هناك أنفاق بسيطة وقليلة هي تحت سيطرة الإرهابيين دخلت من خلالها هذه المفخخات التي استهدفت حواجز الجيش العربي السوري. يعني عملية أنفاق هي تحت الأرض، عمليات قتالية هي أيضا تحت الأرض من خلال الأنفاق. نحن معول نذكر نعم ليمونة نعم لكل من يستهدف بالحرب النفسية والإعلامية فيما يخص شارع فارس خوري اللي
كراز العباسيين. نحن متواجدون بنهاية شارع فارس سوري بالقرب من السفارة السورية، وأيضا أمتار قليلة تفصلنا عن ساحة العباسيين. نعم ليمونة، نعود ونذكر بأن الأستراد أيضا منشأة سيرونيكس عبدو كلها هي تحت سيطرة رجال الجيش العربي السوري، ولكن هي محاور يعني عبدو من محور جوبر، محاور متعددة، حارات متعددة، محور تأخذه المجموعات الإرهابية المسلحة، ولكن يتم الترويج بطريقة أصبحنا معتادين عليها نحن والجيش العربي السوري والشعب العربي السوري. نعم ولكن نذكر العمليات القتالية مستمرة في عمق القبول وصولا إلى مشفى تشرين. إلى أيضا فيما يخص العمليات القتالية نحن مواكبون بالصوت والصورة. نعم سنعود إليك ليمونة في حال ورود أي معلومة جديدة. مفدت الإخبارية السورية إلى محيط كراجات العباسيين وبالتحديد إلى شارع فارس خوري. ليمونة صالح شكرا جزيلا لك وحماكم الله. أعود إليك دكتور وائل، اليوم هناك كما أفادت مفادتنا إلى هناك قطع لخطوط التواصل بين القابون وبين جوبر للتنظيمات الإرهابية، خاصة هذا كان الهدف الأساسي لهم أن عملية وصل بين جوبر والقابون، تدمير لمقراتهم، لمستودعات ذخيرة، لعدد كبير من الآليات، هناك أعداد كبير من الإرهابيين. إذن هذه العملية كما كنت أتحدث في بداية هذه الحلقة هي عملية انتحار لم تؤتي بثمارها. هل كان متوقع من تنظيم جبهة النصرة، من الدول التي وجهت اليوم جبهة النصرة والفصائل الأخرى بهذا العمل الانتحاري، هل كان متوقع منهم أكثر مما وصلوا إليه؟ هم دائما يراهنون على نجاحهم، لكن أنا المشكلة برجع بالله عند هؤلاء الإرهابيين، إرهابيي جوبر ومنطقة الغوطة الشرقية كانوا يروجون للذين يعملون معهم بأنهم يحاصرون مدينة دمشق، وكانوا منذ 6 سنوات يقولون لهم شغلة 15 يوم لشهر وبتسقط مدينة دمشق، وصلن عم يكذبوا عليهم هالكذبة، 12 شهر ضرب 6 72 شهر وهالكذبة ما زالت تنطلي عليهم. في مشكلة بالفكرة، فكر هؤلاء منغلق وغير قادر على التحليل والتركيب. هدول انعدموا، هدول تم غسيل أذهانهم. إذا أنت اليوم رجعت وشاهدت من هؤلاء الذين يهاجمون الجيش العربي السوري بتلاقي أعمارهم ما بين 18 و19 و20، اللي عمره 20 سنة قبل 6 سنين كان عمره 14 سنة، و19 كان عمره 13، و18 سنة كان عمره 12. فهؤلاء تم بجو انغلاقي حرموا من الدراسة، حرموا من التوجيه التربوي للدولة السورية، عاشوا بصفة منغلقة على نفسهم، وكانوا يلقنون هذا الفكر المجرم الإرهابي، والمسؤولين تبع الإرهابيين ورؤساء المحاكم الشرعية بيفهموا عليها. هدول رؤوس الفتنة، هدول من يدفعون بهؤلاء. أنا حخاطب آبائهم وأمهاتهم بمناسبة عيد الأم، انتبهوا إلى هؤلاء، إلى رؤساء المحاكم الشرعية، وانتبهوا إلى مشايخكم اللي حواليكم واللي عم تفتيلهم بأن يقوموا بهذه الأعمال الإرهابية. هؤلاء هم الذين يقتلون أبنائكم، هم الذين يدفعونهم إلى الموت، هم الذين يدفعونهم إلى الفساد في الأرض، هم الذين يهلكون الحرث والنسل. ارجعوا شوفوا شو عم يساووا بأبنائكم اليوم، هي الصورة الحقيقية. فهدول غير قادرين على تغيير شيء اليوم. انت اليوم هؤلاء اصبحوا الوقود الحقيقي لتلك التنظيمات الارهابيه ومشغليهم السوريين وغير السوريين. يعني انت في عندك بالتنظيمات الارهابيه، هي رؤيتي وجهه نظري، انه انت في عندك طبقه ترتبط بالخارج وتحرك الداخل كاحجار الشطرنج. هدول اخطر شيء علينا، وهدول اخطر شيء عليكم يا اهلنا بالغوطه الشرقيه. ديروا بالكم، ديروا بالكم على أولادكم، وهم المستفيدون الحقيقيون من وراء كل ما يجري.
إن كان بالمال أو بالسلطة أو بأي شيء. يعني هؤلاء هي الطبقة اللي بالنص بين الإرهابيين اللي بيدفعون نحو الإرهاب والإجرام وبيواجهون الجيش العربي السوري بجنوده البواسل، في طبقة أعلى منهم هي المستفيدة الحقيقية، هي تعلم من الأجنبي، هي تعلم من الذي يعمل في غرف التوجيه وغرف العمليات، هي تعلم من هو الممول، هي تعلم من ينقل الأموال والدعم اللوجستي لها. هي الحقائق على الأرض. فنحن أهلنا السوريين بالغوطة الشرقية، ديروا بالكم على أولادكم، أنتوا عم تخسروا أولادكم. طيب مثل ما منقول بالعامي ببلاش. بما تبقى لي من وقت دكتور وائل سأعود إليك، ولكن بعد أن أذهب مباشرة إلى زميلنا موفد الإخبارية السورية رامي عباس إلى منطقة المزرعة في مدينة دمشق. رامي حياك الله، الكاميرا الصوت والصورة معك، تفضل. تفضل رامي أنت على الهواء مباشرة. نعم تحياتي لكم زملائي في الاستديو، نحن الآن في منطقة المزرعة في دمشق، جينا إلى هنا لنرصد حركة الشارع السوري في هذه المنطقة. كما تعلمون مشاهدينا، عناصر أو تنظيمات الإرهابية منذ الصباح الباكر حاولت إحداث خرق على محور جوبر باتجاه منطقة المعامل، لكن الجيش العربي السوري تصدى لهذه المحاولات، وما زال إلى الآن سلاح الجوف الجيش العربي السوري يستهدف معاقل التنظيمات الإرهابية في عمق جوبر. نحن الآن في هذه العقدة المرورية من هذا الاتجاه أمامي الطريق يؤدي إلى شارع الثورة، وطبعا هذا الشارع مشهور في دمشق، ومن أمامي مشاهدينا يؤدي الطريق إلى منطقة برزة ومنطقة العدوي والفيحاء. طبعا مشاهدينا هنا جئنا لنرصد حال الشارع السوري في منطقة المزرعة، كما تشاهدون مشاهدينا حركة السير، معنا مجموعة من المواطنين يرغبون بالمشاركة معنا على هواء الإخبارية السورية. مرحبا. سلام جمال حريري عراسي. عمو اليوم من ساعات الصباح الباكر حاولت التنظيمات الإرهابية المتواجدة في جوبر إحداث خرق من أجل الدخول إلى العاصمة دمشق، الجيش العربي السوري تصدى لهذه المحاولات وما زال يستهدف معاقلهم في جوبر، كيف معنوياتك اليوم؟ معنوياتنا جيدة نحن بإذن الله، والله يثبت الجيش، وبهالمناسبة هي منعايد على أمهات الشهداء كل عام وهن بألف خير، ونتمنى للجيش الانتصارات. نحن معنوياتنا كتير قوية بهمة الجيش العربي السوري. عناصر تنظيمات الإرهابية يحاولون أن يوقفوا إيقاع الحياة اليومية للسوريين، حضرتك شفتك ماشي بالشارع طلعت تقضي حاجاتك اليومية، احكي لي قدر الإرهاب يوقفك ويخليك بقعد؟ وقفنا الإرهاب ما بيقدر يوقفنا، ونزلنا على شغلنا اليوم واشتغلنا وموجودين، وأنا معي تاكسي عمومي كنت عم بفتل شوارع دمشق كلها اليوم. بالتأكيد مشاهدينا طالما أن سلاح الجو أصوات سلاح الجو أو الطيران الحربي في الجيش العربي السوري موجود في سماء سوريا، فإن المواطنين السوريين يشعرون بالاطمئنان والأمان بوجوده، فهو قادر على أن يحميهم من أي إرهاب ممكن أن يهدد حياتهم اليومية. مرحبا. مرحبا. اليوم في بعض عناصر التنظيمات الإرهابية حاولت الدخول إلى العاصمة دمشق، الجيش العربي السوري تصدى لهذه المحاولات وردهم إلى أماكن تمركزهم وإلى أبعد. تمام، كيف معنوياتك اليوم كمان؟ معنوياتنا كثير عالية، أول شيء بنحيي الجيش وبنحيي القائد وبنحيي كل شيء قعد بهالبلد وصبر بهالأزمة وتحمل، من قلك كل أمهات الشهداء، لكل أمهات سوريا كل عام وانتم بألف خير، نحن صامدون لأن انتهاء الأزمة لحتى الجيش يقضي على الإرهاب ويقضي على المسلحين، والحياة طبيعية ما في شيء، يعني ما حدا بيقدر يسيطر. أكيد كل شوي والتاني عم يطلع أصوات للطيران الحربي في الجيش العربي السوري عم يستهدف معاقل التنظيمات الإرهابية في عمق كتير. نعم عم نسمع كتير أصوات، بس هذا الحكي ما حيوقفنا، نحن حنضلنا ماشيين وحياتنا طبيعية، واللي بيصير من الله يا محلا، عم نستنى عايشين، ما حدا بموت قبل عمره عفوا منه. قدر عناصر تنظيمات الإرهابية قدروا يمنعوكم تطلعوا من البيت تمارسوا حياتكم؟ لا والله، وحتى أولادنا كلهم مبسوطين، وكل ما بيسمع ابني صوت الطيارة الله يحيي الجيش الله يحيي الجيش.
اولادنا لا الحمد لله، وانا يعني الامان بالله انه هلا رايحين نعمل زياره لاهلي وعادي كل شيء امورنا تمام. لا والله. إذن مشاهدينا كما ذكرت سابقا، طالما أن صوت سلاح الجو في الجيش العربي السوري موجود في سماء سوريا، فالمواطنين السوريين قادرين على أن يتحدوا الإرهاب وأن يخرجوا من بيوتهم رغم محاولات التنظيمات الإرهابية استهداف حياتهم اليومية بالقذائف الصاروخية، لأنهم مصرين على تحدي الإرهاب ومصرين على مواصلة حياتهم اليومية. هذه كانت بعض آراء المواطنين من منطقة المزرعة في دمشق. عودة إليكم زملاء في الاستوديو. نعم زميلي موفد الإخبارية السورية رامي عباس إلى منطقة المزرعة في مدينة دمشق، شكرا جزيلا لك. أعود إليك بسؤالي الأخير دكتور وائل الإمام، بقي معي أقل من دقيقتين. كل ما يجي اليوم على الأرض أكثر من جبهة يخوضها أبطال الجيش العربي السوري، شمال حلب في ريف حماة على محور إثريا خناصر، أيضا باتجاه السلامية باتجاه المنطقة الجنوبية في درعا، والمحاولات الكثيرة لخرق هذه الجبهة من البوابة الجنوبية، أطراف مدينة دمشق، تقدم في حي القابون، صد للتنظيمات الإرهابية على محور جوبر. كل هذا الواقع الميداني برأيك إلى أي حد يمكن أن نقول هو الورقة الرابحة بيد الدولة السورية عندما تذهب إلى أي محفل من المحافل الدولية؟ أكيد، لأنه هذا يعتمد بالدرجة الأولى، وفي كلام متكرر ذكره سيادة الرئيس بشار الأسد رئيس الجمهورية العربية السورية، أنه لولا دعم هذا الشعب لسيادة الرئيس، وهذا الشيء شفناه في المقابلات المباشرة مع عامة الشعب، يعني أنت عم تعمل مقابلة مع إنسان يسير مع زوجته وأطفاله في الشارع وهذا الدعم موجود، وفي عنا كمان وعي للشارع السوري المؤمن بمؤسسات الدولة. هذا الشيء هي مشكلتهم، وهي ورقة الضغط الحقيقية من خلال بعدين مؤسسة الجيش العربي السوري التي تبلي بلاء حسنا في القضاء على هؤلاء الإرهابيين. هي هي الصورة اللي حاولوا كسرها منذ بداية الحرب على سوريا. اليوم ما كان بدهم غير هاي النقطة، حتى الوضع الاقتصادي اليوم وحتى المقاطعة الاقتصادية الأوروبية والأمريكية لسوريا، وحتى غلاء سعر الصرف والمضاربة على الليرة السورية إن كان في الداخل السوري أو في الخارج السوري، كل هذه الأشياء شو هدفها كان؟ زعزعة الثقة ما بين المواطن وما بين الدولة. لكن اللي عم نشوفه اليوم على أرض الواقع هو عكس ذلك تماما. هلا اليوم على مواقعه انه هبوا يا تنسيقيات مدينة دمشق. مين اللي هب من تنسيقيات مدينة دمشق؟ هلا انه لانه انكشفتم انكشافا حقيقيا لأهالي مدينة دمشق. أهالي مدينة دمشق التاعوا من تصرفاتكم. أكثر من مليون دمشقي تهجروا من زملكا وحرستا وعربين ودوما وريف دمشق الغربي والشرقي، كانوا كلهم مركنين ببيوتهم ومزوجين أولادهم وهن قاعدين هن ونسوانهم وعايشين حياة رغيدة. هلأ صاروا كل هالهجرة اللي صارت اليوم، صار في عندك بيت فيه 10 أشخاص وبيت فيه 20 شخص وفي بيت فيه أكثر من 20 شخص. أنت اليوم هاي المعاناة التي يدفعها المواطن السوري من مدينة دمشق، كان عايش بالغوطة الشرقية، كان بيته وأكله وشربه وحياته كلها هنيك. هنتوا اللي منعتوني يا، وبدك تجي بعد ما هجرت المواطن الدمشقي وبعد ما منعته من الحياة حياة رغيدة، بدك يا يجي يسمع كلامكم أيها الحثالة أيها المقيتون، بدنا نسمع كلامكم يا أغبياء يا تافهين، وبدكم يانا نجي نحنا نروح نعمل ونطلع والتحقوا ما بعرف مين وفوتوا ما بعرف مع مين. لك عيب استحوا على دمكم بقى، لك حاجة تظنوا بأنفسكم أنكم قادرون على تغيير تلك الذهنية السورية الدمشقية، عيب استحوا على دمكم. إن شاء الله يكون في 100 شيخ فوق راسكم. هدول مشايخ فتنة، هدول مشايخ زل، هدول مشايخ فساد في الأرض. طبعا لا أنكر بأنه في عندنا مشايخ وطنيون
حافظوا على الدين، حافظوا على الوسطية، قدموا الدعم الحقيقي للجيش العربي السوري من خلال مؤسسات الدولة وعلى رأسها وزارة الأوقاف. المشكلة هون اليوم، وين معاناة الحقيقية؟ أشكرك جزيل الشكر الدكتور وائل الإمام الأستاذ في جامعة دمشق على كل هذه الإيضاحات القيمة، تعبناك معنا اليوم. لا ولا واجب. شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الأكارم، كنا معكم بهذه التغطية عبر هوا الإخبارية السورية، مستمرون معكم بعد دقائق قليلة، سوف تكونون مع زميلي حسين فياض في برنامج الحدث. قبل أن أنهي نقول طوبى لهذه الأرحام التي تنجب هؤلاء الرجال الذين يذودون عن حياض الوطن. كل عام وأمهات سوريا بألف خير بشكل عام، وكل عام وأمهات الشهداء بشكل خاص بألف خير. نقبل أياديكم، والسوريون يقولون للعالم برمته لا خوف على الشآم، طالما هناك شعب يردد وسيبقى يردد ويقول حماة الديار عليكم سلام. الرحمة لشهدائنا. تفضل. قبل ما تني كلمتين، حماة الديار عليكم سلام، وفي نفس النشيد العربي السوري فمنا الوليد ومنا الرشيد. ما دام أمهاتنا توليد وما دام تولد الرشداء فمنا الوليد، في منا الطفل اللي بده يكبر ويدافع عن البلد، وفي عنا الرشداء التي تدافع في العقل وفي المنطق وفي الجيش عن هذا البلد. أشكرك، حياك الله. الرحمة لشهدائنا والشفاء العاجل لجرحانا، وكل التحية لحماة الأرض والعرض رجال الجيش العربي السوري. عليكم السلام، إلى اللقاء.